أصعب شيء بالحياة إنك تشوفي أختك صبية صار لها سنتين بالتخت، كانت الحياة فيها كليتها. حرمت من كل شيء، من أمومتها، من كل شيء محرومة. في ظلم كتير بقصتها. If she wants to withdraw the money, it's going to be at a loss of anything between 80 to 90% of the value of its money. حرمونا من مالنا، حارمينا من الطبابة، ليليان بتمثل كل هيدي القضايا فيها لأنه هي محرومة من كل هيدول القصص.